قصة الرجل الذي وقع على أهلي في نهار رمضان، حديث معاوية بن الحكم صحيح مسلم عندما تكلم في الصلاة، قصة الأعراب الذي بال في المسجد، والله عشرات الأمثلة. الشاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي بالزنا، معصية، الرجل يريد أن يفعل شابا، وهذا في عهد التشريع، يريد أن يستثنى، ظن ذلك، ونحن نحسن الظن بالصحابة، ظن أن ذلك إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر جائز. نأخذ قصة الأعرابي. دخل أعرابي إلى المسجد، والأعرابي من هم؟ ها؟ أهل البادية، مو هو العرب، انتبهوا، لأن بعض العجم يظن الأعراب هم العرب. لماذا؟ من تقييداتي في أفريقيا اشتد النقاش بي مع ما يسمى بالقرآنيين، فلما اشتد النقاش فقال لي أنت عربي؟ قلت له نعم. قال لي صاحبي اقرأ عليه، الأعراب وشد كفرا ونفاقا. قلت له يا جاهل الأعراب شيئا؟ ووجدت كما قال الشافعي، ما نظرت عالما إلا غلبت، وما ناظرت جاهلا إلا غلبت. وجدت أن المناظرة مع هؤلاء ما تنفع، فانسحبت. فلما انسحبت قال كلمة أضحك الناس جميعا، فرجعت قلت للمترجم قل الناس ماذا قال؟ قال هذا من أهل مكة أجداده الذين طردوا الرسول. فقلت والله أنا من المدينة أجداد الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت بلا؟ الشاهد الأعراب، انتبهوا، لا يفهم بعض إخواننا العجم الأعراب العرب، الأعراب غير، والعرب غيره. دخل فوجد المسجد برح واسعة، ظن نفسه في الصحراء، فجاء إلى ركن من أركان المسجد وبال، فهجم عليه الصحابة، منكر عظيم، يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من أشفق الخلق بالخلق وأرحم الخلق بالخلق إلا أنه منع الصحابة، قال دعوه حتى يقضي بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه. وهذا الحديث فيه 13 فائدة ذكره أهل العلم، جميل جدا أن يذكر في المجالس. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذه القاذورات، وإنما للصلاة والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فرأى الأعرابي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ابن أخي، ورأى شدة الصحابة رضوان الله عليهم وهم معذورون مجتهدون، فأراد أن يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه الرحيم، وفي نفس الوقت يغيظ الصحابة. فماذا فعل؟ التفت إلى القبلة ورفع يديه، قال اللهم ارحمني ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حجرت واسعا، حتى أهله ما دعا لأهله وإخوانه وربما أبنائه، وإنما قال أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط. هذا تعامله مع المخالف الملي. وحديث الرجل الذي وقع على أهل نهار رمضان، لكني أحاول استوعب ما استطعت من المباحث.